وقد يبدو الملف الأبرز هو وصول الأخضر الأولمبي السعودي أخضر المستقبل إلى الرياض بعد تحقيقه لإنجاز التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وتحقيق وصيف لكأس آسيا في نسخة 2020. في علم الفلسفة والنفسيات يقولون دائما التشجيع والدعم نهاية نجاح مهما صاحب هذا المشوار من تعثرات ومن أخطاء ومن مشاكل، إلى أن الدعم والتشجيع طريق مهم جدا لتصحيح الأخطاء والوصول للنجاح، وهذا ما شاهدناه اليوم في استقبال بعثة الأخضر السعودي. رغم أنه وصل كبطل، ما وصل كفاشل أو وصل كمنتخب متعثر، هو حقق إنجاز غابت عنه الكرة السعودية لمدة 24 عاما. صحيح حققنا الوصافة وكنا نطمح أن احنا نتأهل لهذه الأولمبياد كأبطال، لكن لا يكون الخسارة أو لا تكون الخسارة سبب في هدم كل ما بنيناه. اليوم الأخضر السعودي حقق منجز كبير يجب أن نستشعره، كما استشعره الأمير عبد العزيز بن تركي عندما استقبل هؤلاء الأبطال في سلم الطائرة وشكرهم وقدم لهم كل التقدير والاحترام على ما قدموه في مسيرتهم خلال بطولة آسيا والتأهل للأولمبياد. اليوم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل جسد المعنى الحقيقي للدعم، للمسؤولية، الاهتمام، التشجيع، المؤازرة، المساندة لهذا المنتخب حتى يحقق المزيد من النجاحات والحفاظ أيضا على المكتسبات اللي حققناها من خلال هذه البطولة. قبل أشهر الأمير عبد العزيز بن تركي استقبل المنتخب الأول عندما حقق الوصافة، وقتها قلنا أن هذا الرجل عنده نظرة مستقبلية يكافئ من أحسن ومن أنجز حتى وأن ما حقق الذهب، فقط استشعار المسؤولية وتحقيق مستويات مشرفة يعطي المسؤول دافع أنه يقدم الشكر والتقدير على الجهد. في النهاية الشباب حاولوا ما قصروا ووصلوا للنهائيات ووصلوا للأولمبياد، لازم نقول لهم شكرا عشان نحافظ على المكتسبات اللي وصلوا لها. ما نقعد ندور في السلبيات ونكون ناس سلبيين فقط، لازم ننظر إلى الجانب الإيجابي، الجانب المشرق في كل مشاركة. هذه رسائل كثيرة قدمها المسؤول الرياضي الأول الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل من خلال استقباله للمنتخب الأولمبي. قولوا يا رب أن الاستقبال الجاي اللي يطلع فيه أبو تركي يكون استقبال فيه ذهب وإنجاز يليق بسمعة الوطن. نبدأ الحلقة مع العناوين.